بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا تجربة لانفينتر فورتيونر الكيلو أو الألف زي ما هو مكتوب عليه، مع بطارية 80 أمبير في المسجد. احنا كنا جربنا أول امبارح الإكس أي دي، الانفينتر الإكس أي دي مع نفس البطارية. النهاردة هنجرب الانفينتر فورتيونر. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وياك وادي البطارية اللي هي 80 أمبير، وادي سلك الأرضي مع الأرض مع الأزرق، كهرباء مع الأحمر، وهنا خارج الكهرباء. ادي الفيشة الخارج مع الطيار اللي هنا، وادي الفيشة اللي داخل معها زرار لو انا عايز افصل الكهرباء او اشغلها عن الانفنتر بحيث ان انا افرغ البطارية. طيب احنا مشغلين عليها مروحة براد مية، احنا مشغلين خمس مراوح وبرادة مية وساعة ومكنة صوت. ادي برادة، ادي مروحة، ادي التانية، وادي التالتة، وادي الرابعة، وادي المروحة الخامسة. طيب وادي مكنة الصوت. لو انا عايز افصل الكهرباء العمومي، نفصل الكهرباء العمومية. انا كده فصلت الكهرباء اللي داخلة للمسجد، تمام. وادي معايا كل حاجة شغالة زي ما هي، ادي البرادة، وادي المراوح اهو مع الساعة مع مكنة الصوت، حكيناها دي مع كنا جربناها اول امبارح مع الانفنتر الاكس اي دي مع الخمس مراوح مع برادة المايه مع مكنة الصوت، هي شغالة بسم الله ما شاء الله. فادي على الطبيعة خمس مراوح اهم، احنا فاصلين كهربة المسجد. دي برادة المية، ادي مروحة، وادي الساعة الرقمية، وادي مكنة الصوت، وادي مروحة، ادي مروحة، وادي مروحة. خمس مراوح وبرادة مية وساعة رقمية ومكنة الصوت. شكرا، والسلام عليكم.